تعالى اقول لك النهارده لو جالك عزومه في رمضان او حد جالك على غفله وعايز تعمل له كده حاجه حلوه بعيدا بقى عن الرز بلبن والحاجات التقليديه دي ويكون برده سعرها رخيص تعمل ايه؟ طبعا بقى في رمضان بيكون جاي لنا بقى ضيوف بقى وبناكل وكده يعني وبعد الاكل بنبقى عايزين نحلي ولكن بيبقى التحليه متركزه كده على الحلويات اللي هي البسبوسه والكلام ده والرز بلبن والكلام ده فانا عايزين بقى ايه نغير الموضوع ده واوريكم بقى في حاجات كتيره جدا جدا ممكن تجيبها وبسعر رخيص. اول حاجه الكريم كراميل اللي هو العادي وده بيبقى عليه عرض 2 في 1. ثاني حاجه الكريم كراميل بس بطعم القهوه، الناس بقى اللي بتحب الكريم كراميل والقهوه ده ميكس جامد جدا جدا. ثالث حاجه ايس كريم بطعم الفستق. رابع حاجه الكاستر، الكاستر ده على فكره طعمه حلو جدا جدا. تعالوا بقى ايه نخليهم كده هنا كلهم كده وايه ونعملهم كلهم ونشوف طعم كل واحد عامل ايه وكل واحد من دول هيعمل كام كوبايه. يلا بينا يلا بينا. بوب 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 ايه ده ده حوار، ده اللي حصل ده حوار. ده تعالى اقول لك كل حاجه عملت كام كوبايه علشان تبقى عامل حسابك كده لو حد جالك. بص يا زميلي الكريم كراميل اللي هو العادي خالص البيزك خالص كان عليه عرض 2 في 1، ده عمل لي بالظبط 4 كوبايات من دول مليانين، 4 كوبايات اللي هو 2 في 1. الكريم كراميل اللي بالقهوه، كريم كراميل بالقهوه عادي خالص عمل لي كوبايتين من دول مليانين. الكاستر الكيس ده عمل لي 4 كوبايات من دي، 4 كوبايات من دي كده بالظبط. والايس كريم اللي بالفستق اللي هو ده عمل لي 6 دول ولقيته ايه شطب كده على طول. فده كل علبه او كل كيس بتعمل الكميه دي. شوف انت بقى الناس اللي جايه لك او عدد الافراد اللي جايه لك وشوف بقى انت عايز تجيب كام كيس او كام علبه. وانا مش هقول لك طريقه التحضير لان طريقه التحضير اصلا مكتوبه ورا اي علبه ورا اي كيس انت هتجيبه، انت شوف طريقه التحضير بتتعمل ازاي واعمل اللي هو بيقول لك عليه بالظبط. انا اول مره اصلا اجيب المنتجات دي وعملت زي ما هو بيقول بالظبط وعملت الكلام ده كده كله. فتعالوا بقى نجرب منتج منتج ونشوف طعمه عامل ازاي. يلا بينا. ولا 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 حلو، انت حركات المونتاج دي عجبتك صح؟ عجبتك. رمضان بقى كده وبتاع يا زميلي تغيير بقى. اول حاجه هنجربها الكريم كراميل العادي خالص، ده بيبقى شكله هو بيبقى ايه شكله سايز كده شويه ولكن هو بيقول لنا ان انت المفروض بعد ما تخلص تقوم قلبه بقى. فاحنا ايه بقى يا زميلي هنجيب الطبق اللي احنا هنقلبه عليه وعايزين نقلبه كده ونشوف المنظر هيبقى عامل ازاي. ولا ولا اوه يا ولا، ده شكله بعد ما قلبناه وشكله جامد جدا جدا. تعالوا ندوق بقى. ولا يا ولا يا ولا على الزبده، زبده والله العظيم زبده زبده. ده شكله بسم الله كريم كراميل حلو جدا بيتي جدا، يعني انت لو في زنقه جايه تجيب لك يا باشا كريم كراميل كده يا باشا على طول وتعمله. عجبني عجبني جدا جدا. تعالوا نجرب تاني حاجه تاني حاجه الكريم كراميل بس بالقهوه. نجيب بقى ايه الطبق بتاعنا الجميل عشان نقلبه ومش عايزين نوقع. ولا ولا اوه يا ولا، شايفين الشكل عامل ازاي؟ وعايز اقول لك الريحه ريحتها قهوه جدا جدا، قهوه يعني بص معتبره. تعال ندوق بسم الله. ده حوار ده الكريم كراميل بالقهوه، ده حوار ده. ولا عجبني ده جدا جدا برضه. فايه تعالوا بقى نحل بالكاستر. فيلا بينا. اوعى الكاستر بيجي لوحده يا زميلي والله العظيم. الكاستر في ناس بتقول ليها شبه المهلبيه او الرز بلبن ولكن انا اول مره ادوقها بصراحه دلوقتي معاكم. فتعالوا نشوف الكاستر بيتكلم عن ايه. يلا بينا يا زميلي. القوام بتاعها تقيل شويه زي المهلبيه فعلا، ده كده بيبقى شكلها بيبقى لونها اصفر شويه. تعالوا ندوق. طعمها عامل فعلا زي المهلبيه شويه ولكن مش مسكره زي المهلبيه، المهلبيه بتبقى مسكره جدا جدا. انا عملت نفس اللي هو بيقول عليه بالظبط، حطيت نفس السكر اللي هو بيقول عليه بالظبط ولكن زي المهلبيه بالظبط، حتى نفس طعم المهلبيه ولكن بس السكر قليل فيها. يعني عجبتني، ممكن مثلا بعد الفطار مثلا تقوم محل بيها كده على طول، خفيفه كده عليك تنفع يعني حلوه جدا. نخلص من الكاستر وندخل على الايس كريم اللي بالفستق. ايس كريم بالفستق انا دوقته بس في العبد وعجبني جدا جدا بتاع العبد، يعني الايس كريم الفستق بتاع العبد بصوا لا يعلى عليه. فهل ده بقى ينافس العبد ولا لا، او هيجي حتى قريب حتى منه ولا لا؟ فتعالوا نشوف. نفتح كده اول واحده، نفتح كده اول واحده، الو نفتح كده اول واحده. هو في ايه؟ نفتح اول لا بقى دي هتطلع دي بقى كلهم. نفتح بقى اول واحده وطبعا انا قصدها طبعا عشان تبقى من جوه واكلها من جوه، يعني انا ذكي جدا جدا. ندوق بقى الايس كريم بقى من هنا، ايس كريم الفستق ده بيبقى شكله. تعالوا ندوق بسم الله. طعم الفستق باين قوي قوي فيه ولكن في طعم كمان جانبي كده معاه اللي هو الفانيليا. يعني الايس كريم الفستق اللي انا دقته عند العبد ما كانش فيه طعم فانيليا، كان طعم الفستق صرف كده يا باشا، فستق فستق بس انت بتاكله كايس كريم. هنا طعم الفستق باين جدا جدا ولكن في طعم كده معاه اللي هو الفانيليا يعني، ودي مش حاجه وحشه على فكره، لا الطعم حلو جدا جدا. فكره ان الفانيليا انت بتاكل فانيليا او حاسس بطعم الفانيليا وحاسس بطعم الفستق في نفس الوقت، ففي طعم كده مش مألوف كده على بقك. طعم ايس كريم فستق حلو بصراحه عجبني. انا حاولت اجيب لكم كل حلويات اللي ممكن تتعمل في رمضان، مش عارف هل انا ممكن نسيت حاجه ولا لا. طبعا بسبوسه وفي كنافه وفي حاجات كتير جدا جدا ولكن انا قلت اغير، بدل ما كل سنه بسبوسه وكنافه وزلايب
ايه زلايب وزلابيا والكلام ده؟ لا ممكن نغير، ممكن نعمل كريم كراميل وبيبقى سعره رخيص، ممكن نعمل كاستر برده وبيبقى سعره رخيص، ممكن نعمل ايس كريم برده سعره رخيص. فلما يجي لك كده اي حد على غفله يقول لك احنا جايين نفطر معاك النهارده في رمضان وانت مش عامل حسابك، اديني قلت لك تعمل ايه في الموقف ده وتعمل لهم حلويات عامله ازاي. الفيديو ده يجيب 10000 لايك اقل حاجه، اكتب لنا تحت في الكومنت ايه رايك في الفيديو، ايه رايك في المونتاج الجديد، وحابب نعمل ايه، او ممكن مثلا نعمل جزء تاني بحلويات تانيه رخيصه برده. وشير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100000 اقرب وقت. والانستجرام بتاعي هنا كده يا باشا، واليوتيوب علشان بنقدم هناك محتوى مختلف عن هنا ومحتوى عظمه جدا جدا. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين.